يعني ابتداء تعقيبا على هذا الكلام أو الحديث الرائع وتوثيقا لهذا القول، سيادة القانون والدولة القانونية هي أساس أن نكون أمام مجتمع منتظم. نعم. ويمكن الرومان كانوا بيرمزوا إلى تلك الحقيقة، كانوا بيرسموا العدالة بامرأة يمثلوا العدالة معصوبة العينين وفي إيد حربة أو رمح وفي اليد الأخرى ميزان. نعم. وكاتبين تحتها القوة بلا ميزان قوة غاشمة. الله. والميزان بلا قوة عدل ضعيف عاجز. الله. نعم. فلا بد أن يكون مع النص القانوني قوة تحميل. نعم. والقوة لا بد أن يكون هناك ميزان بيحكمها، فلا تكون قوة مائلة في كفة أو في كفة أخرى. تلك هي الضوابط التي يتعين أن يكون عليها العدالة ويكون عليها دولة الدولة القانونية. نعم. لأن ما يفرق في الفقه الدستوري بين الدولة البوليسية والدولة القانونية هو سيادة القانون. سيادة القانون. القانون ويكون الجميع سواسية أمام القانون من أعلى قمة في الدولة إلى أدنى جميع المواطنين. نعم. كلهم سواسية. نعم. ومتساوون جميعا في الحقوق والواجبات والالتزامات أمام القانون. نعم. أين يجد المستشار بهاء الدين أبو شقة نفسه؟ هل هو المحامي اللامع وأشهر المحامين في مصر؟ أم هو رجل التشريع ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب؟ أم رئيس حزب أعرق حزب في تاريخ الأمة حزب الوفد؟ أين تجد نفسك وما هي القواسم المشتركة بين الثلاث؟ هو القواسم المشتركة بين هذه الأمور الثلاث هو أنني منذ بدأت حياتي حتى أنا طفل. نعم. ومن بأن المواطن لابد أن يكون عنصر فاعل في الدولة وأن يعمل بكل ما أوتي من قوة من أجل خدمة الدولة. نعم. الحفاظ على الدولة، الحفاظ على ما هو فيه مصلحة للوطن والمواطن. ومن هنا فهذا هو القاسم المشترك الذي أضع نصب عيني عندما أكون كنت في القضاء. كان هذا الشعار أمام بصري وفي نعم. ضميري. نعم. واقعا وعملا وفكرا. نعم. وعندما كذلك عندما عملت بالمحاماة، والمحاماة بهذه المناسبة ليست مهنة، المحاماة رسالة سامية. نعم. ده. نعم. الأمر الثاني إن عندما عملت في اقتحمت المجال الأدبي أيضا كل ما كتبته كان من أجل تحقيق هذا الهدف. نعم. وعندما اقتحمت مجال السياسة سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب أو في حزب الوفد إلى أن وصلت إلى رئيس حزب الوفد، لا أعمل ولا أفكر ولا أتخذ أي خطوة أو قرار إلا من هذا المنطلق، ما أراه فيه مصلحة الوطن ومصلحة المواطن. نعم.